السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في واحد من فيديوهات سلسلة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وحديثنا اليوم عن الفرق بين كلمتي إحسانا وحسنا في آيات القرآن الكريم. ولقد ورد الأمر بالإحسان للوالدين بلفظ إحسانا في 5 آيات في القرآن الكريم. في سورة البقرة يقول تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدوا أحدا غير الله، وتوصية بالوالدين وبالوالدين إحسان. وفي سورة النساء يقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بعد عبادة الله دون إشراك به توصية بالوالدين إحسانا. وفي سورة الأنعام يقول تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بعد الأمر بعدم الإشراك بالله توصية بالإحسان بالوالدين. وفي سورة الإسراء يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضاء من الله بتوحيد الله، توحيد العبودية لله وحده، تلاها توصية بالوالدين. وفي سورة الأحقاف يقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وصى الله الإنسان بوالديه بالإحسان لوالديه، لأن أمه حملته كرها ووضعته كرها، فلا بد أن يحفظ جميلها ودورها في حياته. أما كلمة حسنا فقد وردت مرة واحدة في سورة العنكبوت بقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصى الله الإنسان حسنا بوالديه، وإن جاهداه والداه ليشرك بالله ما ليس له به علم، فأمر من الله أو نهي من الله بعدم طاعته، فلا تطعهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في سورة لقمان فلم ترد كلمة إحسانا ولا كلمة حسنا، حيث قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وصى الله الإنسان بوالديه لأن أمه حملته وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، وفصاله رضاعته حتى فطامه في عامين. وأمر من الله بالشكر لله أن اشكر لي، ويلي الشكر لله الشكر للوالدين ولوالديك، لأن جميعنا مصيرنا إلى الله. ويقول تعالى:
وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. إن جاهد الأبوان الأب والأم أبناءهم على الإشراك بالله، فالإشراك بالله ما ليس له به علم، فأمر للأبناء لا تطعهما في هذا الشأن ولا تهجرهم، بل صاحبهما في الدنيا معروفة، كن صاحبا لهما ومعاملتك لهما تكون بالمعروف، واتبع سبيل من أناب إليه، لا تتبع سبيل غير سبيل الله، غير السبيل الذي حدده ووضحه الله للمؤمنين جميعا. والإحسان أعلى مرتبة من الحسن، أعلى وأفضل مرتبة من الحسن، الإحسان أعلى من المعاملة بالحسن، والتعامل مع الآخرين بالحسن قد يكون شيئا عاديا أو شيئا طبيعيا، لكن التعامل معهم بالإحسان مرتبة أعلى من مرتبة التعامل بالحسن. ففي الآيات الخمس التي وردت فيها كلمة إحسانا يتضح أن الوالدين كانا مؤمنين واتحدا مع الولد أو البنت في عبادة الله، فأمر الأبناء بنين أو بنات فأمرهم الله بالإحسان إلى الوالدين بكلمة إحسان في الخمس آيات. أما في سورة العنكبوت التي وردت فيها كلمة حسنى فكان الوالدان مشركين، فلا يدفع ذلك الولد أو البنت للقطيعة مع الأب والأم، والشرك بالله لا يسقط حق الأبوين على الأبناء، بل أمر الله الأبناء بالتعامل معهم بالحسن، وهذه درجة أقل من درجة الإحسان، الحسن أقل درجة من الإحسان. أما في آيتي سورتي العنكبوت ولقمان فكلتا الآيتين ذكرتا مجاهدة الوالدين للولد أو البنت على الإشراك بالله، لقوله تعالى في سورة العنكبوت: وإن جاهداك لتشرك بي. أما في سورة لقمان فقال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي. هناك فرق بين إن جاهداك لتشرك بي وإن جاهداك على أن تشرك بي، والمجاهدة تعني إفراط الوالدين في بذل الجهد لدفع الولد أو البنت على الإشراك بالله لقوله تعالى: لتشرك بي. فاللام هنا للتعليل، لتشرك لام للتعليل. أما في سورة لقمان فقال تعالى: على أن تشرك بي، وهذا يعني أن الوالدين كانا أشد مجاهدة للولد لدفعه أو البنت لدفعهما إلى الاشتراك بالله، ولفظ على فيه اشتراط، على أن تشرك هذا شرط فيه اشتراط من الآباء على الأبناء، وفي حرف الجر استعلاء، على فيه استعلاء من الأب والأم على الأبناء. فلما كان الوالدان في سورة العنكبوت أقل مجاهدة استخدم الله تعالى كلمة حسنى، وأما في سورة لقمان لما كان الوالدان أشد مجاهدة للولد أو البنت فلم يذكر الله تعالى كلمة حسنى ولا كلمة إحسانا،
بل قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. المصاحبة فضيلة، والعمل بالمعروف فضيلة، بالرغم من أنهما مشركين بالله. ومرتبة المصاحبة والتعامل بالمعروف أقل من مرتبة الحسن وأقل من مرتبة الإحسان. أعلى الإحسان أعلاها درجة، يليه الحسن، يليه المصاحبة بالمعروف. فأمر الله للأبناء بمصاحبة الأب والأم في الدنيا بالمعروف فيه شيء من الوقار للتعامل مع الأب والأم، بالرغم من أنهما أشركا بالله. وفي هذه الآيات صور من الإعجاز اللغوي في آيات القرآن الكريم. أدعو حضراتكم مشكورين للاشتراك بالقناة لتيسير مشاهدة ما بها والبحث عما تبحثون عنه والاستفادة منها وإفادة غيركم، لتكون عملا في موازين حسناتكم يؤجركم الله عليه، لأن إفادة الغير يستمر في حياتنا ومن بعد مماتنا جميعا، ولا ينقص ذلك من أجورنا شيئا إن شاء الله. ويسعدني ويشرفني أن أخبركم أن عدد مشاهدات محتويات هذه القناة في وقت إعداد هذا الفيديو وصل إلى 1,300,000، تخطى رقم 1,355,000 مشاهدة. ويسعدني ويشرفني أن أترك لحضراتكم على الموقع رابط هذه القناة على اليوتيوب لتيسير الوصول إليها والاستفادة منها وإفادة غيركم بها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأدعو الله أن يوفقني وإياكم لنشر الكلمة الطيبة لتكون ذخرا لنا في حياتنا الدنيا، وكصدقة جارية وعلم ينتفع به في حياتنا ومن بعد مماتنا مستمرة ما شاء الله أن تستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.